السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكل مشاهد قناة زيتون مرجان في المكان داخل الوطن أو خارج الوطن. أحبابنا أهلا وسهلا بكم جميعا، احنا في الاثنين بالحمد واللي ما عرفاش كاينة في المملكة المغربية، الخيرة تنوريو الجالية المغربية والناس مالين المدن الكبرى بالمملكة المغربية. كل مشاهد قناة زيتون مرجان في المكان داخل الوطن أو خارج الوطن، عيالات رجالة بنات ولاد، أهلا وسهلا بكم جميعا. اليوم 3 في شهر 7 2022، هاد الخيرة شحال 92 تيقول عطينا شحال 76 تيقول عطوني في هاد الخيرات في الاثنين بالرحمه قريب الصطاد. نحيو اي مشاهد قناه زيتون مرجان في المكان داخل الوطن او خارج الوطن. احبابنا تنحييو الناس اللي تتشارك معنا والناس اللي تتشاهد قناه زيتون مرجان والفيسبوكيين وصحاب اليوتيوب، ونحييو كل الاحباب تونا في المكان. والخيرات راه موجوده، ما تقلقوش وما تزربوش، راه الخيرات موجوده. ما يزربوش غشمهم غشمهم. هاد الشيء الناس تقدا الغرض، الله يرضي عليك. ها هو مار شحال شاد، مار شحال شاد وما كاين اللي يصاوبوه، مازال الخيرات راه موجوده كي تشوفوا معنا في السوق الاسبوعي. تبارك الله، ما عندي ما نقول، تبارك الله تبارك الله. ما عطوك شي حاجه في الفرادي؟ شحال عطوك؟ 82 تيكون عطوني 82 في هاد الخيرات. خيرات موجوده الحمد لله. وجمله شحال؟ جمله عطونا 76. مازال غترقص شويه. ورا قسمنا الحباب نتلاقاو معاهم. باش ما كان يبيع هذا الرجل. هو تحاولي. السوق طالع اليوم. والله العظيم عطاني فيهم 4000. وياسين ما ساهلش، راه يشري المليح. ودخلنا خويا في هذا اللايف. سيدي احمد الخيرات 84 هاد جوج. جيري في السن هنايا كسبتو كل تتبيع شي؟ لا ما شريتوهمش سي احمد اليوم. تنعرفك حيت تنعرفك حريفي في رحبة البقر. اياه زيتوني مرجان، اهلا الشرفة، كي دايرين بخير؟ ناشطين؟ لاباس عليكم؟ شحال الخيرات؟ خويا جوج عطاوني في 76. شحال؟ 76. هاد جوج وهاد الواحد؟ 66. نحيو كل مشاهد قناة زيتون مرجان في المكان داخل الوطن أو خارج الوطن. أحبابنا أهلا وسهلا بكم جميعا، الخيرات راه موجودة. وكاين شوية الثمن، ما كاين رخاء، السلعة موجودة الحمد لله. هذا هو هذا الراجل، واخا نشوفوا. مرحبا أخويا، أنا غنجي عندك يكون على الخير ان شاء الله ان شاء الله. شحال الخير؟ 76. اش داير في السن هذا؟ تكون رباعي. ها سداسي تيقول هذا الراجل سداسي، واش غتعيد عليه ان شاء الله؟ هذا الراجل غادي يعيد على هذا الحولي. تبارك الله هنايا داه من الاثنين بالحمد قريب الصطاد. تنحيو كل مشاهد قناه زيتون مرجان ب 76 فابور على المليح اللي فيه والسن واحد شويه. بارك الله سي زيتون، الله يحفظك سيدي، الله يحفظك يا احباب. اهلا بك، مرحبا، تحياتي لكم، مرحبا. هذا الدا حسن صاحبي، شريناه ليه اليوم في الاثنين بالحمد. تستاهل سي حسن، تستاهل. وهاد الناس من المشاهدين قناة زيتون مرجان، نحييوهم هاد الناس الحباب تونا في المكان، أهلا بكم جميعا. كما تشوفوا هادو راه من المشاهدين قناة زيتون مرجان. مرحبا، أهلا، شكرا لكم، شكرا لكم، شكرا لكم. واخا تا هو معكم. مرحبا مرحبا كاحبابي، تحياتي ليهم كبيرة.
تنحيو كل مشاهد قناة زيتون مرجان في المكان داخل الوطن أو خارج الوطن. حبابنا أهلا بكم جميعا. حركت لي الثمن تاعهم شفنا 76 واش تبيع وشري ولا كسبت؟ البيع والشراء راه ماشي حرام، راه حلال الله البيع والشراء وحرم الربا. كي تشوفوا الخيرات قالك عطاو 76، اش دايرين في السن هذا؟ تبارك الله، حوالا جيدين كما تشوفوا، تنايا وحوالا غلاد والقرن وكما تشوفوا والكمامه والعين. هذه الخيرات هنايا في السوق الاسبوعي بمدينه برحمد. نحييو كل مشاهد قناه الزيت والمرجان في المكان داخل الوطن او خارج الوطن. احبابنا اهلا بكم. اصحاب اليوتيوب تحياتي ليهم جميع الاحباب تاعنا واللي تشاركوا معنا في قناه زيت المرجان، واصحاب الفيسبوكات اللي كان هذاك السيد دارينا فيديوهات ووقفوا معنا ودارينا السميه تاعتنا في الفيسبوك. نحييو هاد الاحباب تاعنا الغاليين علينا، تنحييهم تحيه كبيره ومبروك عواشر الاحباب تاعنا الغاليين. كنقولوا 86 واخا عندو الحبوبه في حالكم؟ ما دايره والو، قال لنا هذا الرجل ما دايره والو واخا هذيك الحبوبه في حالكم. تيقول 86 كرش بلاد لون اللي جات في فمو يقولها 84 اللي بغيتي ولا عطاوها لك؟ قلتي لي متى 96 كرش بلاد لون. كرهناش ودي الحاج ها؟ كرهناش تا ما كاين باغي ما تسرد. اجيرين في السن هذا تنايا تبارك الله تنايا وحوالا جيدين القايا قطعهم ب 90 هذا الرجال هنايا في الاثنين بن حميد قريب سطايت. نحيوا اي مشاهد قناه زيت المرجان داخل الوطن او خارج الوطن، ما تقنعوش من تحياتهم والناس مولي الادارات الكبرى بالمملكه المغربيه. نحيوهم تنحيو الناس اللي تشاهد قناه الزيت المرجان والحباب تاعنا اللي كتبوا لنا تعاليق او الكومنتيرات، عيالات ورجال بنات اولاد وكبير وصغير اهلا بكم جميعا. شحال هذا؟ 66 هذا 66 وما نساوش الناس اللي وقفت معنا في القناه تاعتنا. ما نساوش الناس اللي شاركت معنا. ما نساوش الناس اللي وقفت معنا. نحييهم اصحاب الفيسبوكيين او اصحاب اليوتيوب او المشاركين قناه الزيتون المرجان. نحييهم ونحيو العائلات تاعهم كبيره وصغيره. اهلا بكم جميعا. هذا قلتوا 76 بغيتوا فيه؟ 66 خلاص لا لا الله يرحم والديك عند اخويا وقولوا السين وصافي ولا 66 اهلا مرحبا مرحبا. بغيتي هذا ولا؟ واحد على التسارة والزيتون التسارة ومع روسك ما عايش التسارة شوية راه الخير موجود في المملكة المغربية في المملكة. الله يرضي عليك الله يرضي عليك. كنا الحمد لله كانوا المشاهدين قناة الزيت المرجان معروف قناة الزيت المرجان بالمملكة المغربية. مرحبا مرحبا بصديقنا مرحبا. احنا صورناك معنا في قناة الزيت المرجان تا هنا مرحبا. تو هذاك السيد ماشي واش انا فين تيقول 66 ياك جابتها هاد الشيء اللي قال هاد الراجل واش جابتها ولا لا؟ وانا ما حضرت الحاجه انا بغيت ندخل معك الفيديو. هاد انت معايا تسجلتي في قناه زيتوني مرجان هذا 68 يا وليدي ما تعليش علينا المعلم. انا ما علينا والو. شحال خدتيه؟ واخذناه تقنعوا مالي. لا بشحال خدتي ماشي مشكل، انا ما غادي نقلع لك ما غنعطيك بجوج، غير بغينا نعرفوا عثمينه. كان مع خوته وبقى فوق 62. بقى هو في 62. اش داير في السن؟ اثنين. تنحيوا كل مشاهد قناه زيتون المرجان، وهذا الراجل قال لنا كانوا مع خوته وبقى في 62، وانا بشحال خدتي خوته؟ اخو دخلنا من داك الشيء واه شبعنا ب 67 شبعنا ب منا بقى هو. هو بقيتي تقول لهم 62 باش شريتي خوته؟ لا بقيت تقول لهم 68 زعما بغينا معطينا 64 ولا 65. الله يسهل عليك. 31 اخو 131 لاج هاد الجويجات هاد الشويشه. ايوه وهاد الواحد وحده
هما واحد الدريري الصغير عطاوك 50 صباح ودرك وليتي باغي ترقص من اللي عطاوك وليتي باغي ترقص اللي عطاوك هاي قول لي عليك سكتي قلتي عطاوك 50 صباح ودرك بغيتي فيه 48 هادشي اللي تيقول هاد الرجل هنايا وهادو عطاوك 100 6550 تاع الدرهم وكاملين ها راه تيهزوا الفيديوهات كان واحد السيد تيهز لينا فيديوهات ساعه وقفوا معنا شي ناس وتربوه على التربيه ياك راه كاين الله يهديك تعش راه كاين اصاحبي ركين احنا في الاثنين بن احمد ربعه في الشهر وحنا غارطين ربعه في الشهر اليوم 26 اسي اهلا كي داير بخير 26 عطاوك فيهم جمله 20 درهم كما تشوفوا هاد الخيرات اليوم ربعه في الشهر 7/2022 هاد الخيرات في بن احمد قليب سطايت الاثنين بن احمد راجل بخير ناشد لاباس عليك وشحال الخيرات؟ الخيرات اسيدي بغينا في 80 80 وبشحال خدتي؟ واش كتبت كل بيع وشاري فيه؟ بيع وشاري فيه ما عيبش البيع والشراء ما عيبش البيع والشراء كما تشوفوا شحال عطاوك فيه وشحال خدتي؟ 80 اسي زيدو بغيتي 80 صممتي على 80 كلم مليح كلم مليح بغينا 40 درهم اسي زيدو ياك كلم مليح وحاجة مقيدة فعلا الخير كي داير تبارك الله ما عندي مرة كي داير اسي زيدو كلم مليح وغالي العلف عمي انت بيع وشري ولا كساب؟ انا كساب كساب شرب شرب دراري نفسنا ما نوكلوه بس تبي تكون الحواله تجمع في الفلوس تجمع في الفلوس هذاك الشيء تاع الله تعالى عز وجل خويا الف راه عمر خلني واش جدلك لا راه العالم غالي في هادشي هادشي غالي في العالم انا ما تنشي مخلوش ما نشي منك انا عندي قناه صغيره هاد الخيره تنوريها الجاليه المغربيه والناس مالي المدن الكبرى في المملكه المغربيه وكل مشاهد قناه زيتون مرجان في المكان داخل الوطن او خارج الوطن احبابنا راه ما عندي لا نقابه ولا شي حد انا عندي غير قناه صغيره الشيشان الشيشان ها ها نتمنوا لكم ان شاء الله تحاولوا تديوا 40 وعلى الله الله وقول السيدي 40 شوف هذا كرسي شحال كبير اسي بعدي مرقول بعدي مرقول واني ما بغيتش يقول لينا شحال خدتي انا كندور كنت معاش شحال خدتي وشحال تمعاش ماشي مشكل لا وقول لينا بشحال لا شوف النقطة الضعيفة النقطة اللي هذيك انا نصيبو 80 اصيبي بغيتي فيه 80 واخا نشوف ظهرو بعدا صمم على 80 هو حولي زين واني سرو 76 74 78 ما نكذبوش ها 78 راه كاينه وانا بحال معلم حتى انا معاكم تحياتي لكم اخويا الله يعطيك الصحه امين يا رب ياك مرحبا تنحيي كل مشاهد قناه زيتون مرجان الحباب تاعنا دير قناه زيتون مرجان للحقيقه وتاع الحريفيه مرحبا انا كنت واجد في الناس اللي ما شاريش نتمنوا لي مدى 40 ان شاء الله وا الله 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 في المحمدي دير مع المحمد المليح كاين هضرنا على المليح المليح راه كاين ما عندي ما نقول حاولي غليظ وحاولي سيد وشنو في السن بعدا الله يسهل عليكم والله يسر لكم لا ما غاليش لا مزيان لا حساب السوق مزيان لا زين لا ما عندي ما نقول حولي عريان وزين تبارك الله الله يسر ليكم امين شحال هاد الخيرات؟ هذا قلنا لهم 50 كرتي لهم 50 شحال هو وشحال عطاوك؟ انا كنطلبوا به شويه تعال راني باغي نمشي تعال ويلا قلتي 50 قلتي 47
وانت قلتي طلب فيه 47 واش تك تعاون وبغيتي فيه 50 ايوا حنا قلنا اش جا طلب واش جا بغيت والحوايج وبلاصه بغيتي وحده وطلب بغيتها اه بالك انا تنحيي كل مشاهد قناه سيتو المرجان في المكان داخل الوطن وخارج الوطن احبابنا اهلا بكم جميعا قدي شحال هو؟ عندك المليح 45 كي تشوفوا الكرن تاعو والتوب تاعو والعين والكمامة 75 لباس مشاهدة هذا سيدي تلعب 50 وهذا ب 58 تشاريهم غادي بيهم هازم شاريهم هاد شاري هذا ب 50 وهذا ب 58 واش غتطلقهم ولا غادي لا غنعيدوا عليهم غادي يعيدوا عليهم هذا الرجل هذا ب 50 وهذا 58 اهلا تلاقيهم مرحبا سي تلاقيهم ولا مرخلة تقول مرخه مالو كاين الغلاو مالو كاين الغلا هذا الكبير يبيع ويشري في النعجه كاين الثمن مناسب الثمن مناسب الحمد لله ها 92 اش داير في السن 96 وما قويتيش 92 مليح مليح ما قويتو عليه شحال كرتي ليهم 110 شاريه يا اليوم لا فايت قديم عندك استاتي اهلا وسهلا تحياتي لكم مرحبا ياك بخير الله يبارك فيكم كما تشوفوا الخيرات كانت في بن حمد وين كاين واحد شويه الرواج تاع البيع كما تشوفوا والثمن راه في بلاصتو كما كان وكاين السلعه ماشي ما كايناش السلعه تتقلب وما تتصيبش كاين المليح كاين المليح وكاين على حسب الحجم تاع الحولي والحال ولعدك الصحة وطلعتك الصحة امين يا رب انا مع المواطنين ويعطيك الصحة مرحبا الله يحفظك شكرا لك شكرا لك 60 الواحد ها 60 الواحد او 60 الواحد او هذاك اللي شاد هذاك غالي لك الحمد لله اللهم لك الحمد يا رب هذا الراجل راه تيبيع وشريد واليوم قال لك جاب لك سيبة فاش قلت لي بشحال خديتيه قال جاك سيبتي والله يشعلني انت يكفك 68 هاد ثلاثة ولا جوج ولا جوج هاد جوج ب 68 تبارك الله تبارك الله 68 باش داهم هاد الرجل العيد ان شاء الله